اختتمت مساء أمس جلسة المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي عقدت في القاهرة برعاية مصرية. وقال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة عزام الأحمد، قال إنه تم الاتفاق على بنود جدول الأعمال وتداولها الجانبان، وتتعلق بتثبيت التهدئة والاستمرار بالخطوات التي تتعلق بتحسين الوضع في غزة وإنهاء الحصار عن القطاع وتوفير متطلبات إعادة إعماره. وتم إقرار هذه النقاط على أن تستأنف المفاوضات الشهر المقبل. أقامت سفارة السعودية لدى مصر أمس حفل استقبال بمناسبة احتفال المملكة بالذكرى 84 لليوم الوطني. حضر الحفل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وسفير السعودية لدى مصر السفير أحمد عبد العزيز قطان. وفي بداية الحفل قال قطان إن اليوم الوطني للمملكة هو أحد الأيام المضيئة ليس في تاريخ المملكة فقط، ولكن في تاريخ العرب الحديث. وعقب ذلك ألقى محلب كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي. سوف نحارب إن شاء الله الإرهاب ونقضي عليه إن شاء الله بفضل عزيمتنا والإصرار الموجود لدى القيادات في المملكة العربية السعودية وفي مصر وفي كافة دول العالم. لا بد من القضاء على الظاهرة، على هذه الظاهرة التي نبه إلى خطرها خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات طويلة. للأسف الشديد لم يتنبه العالم إلا مؤخرا إلى ما كان يقوله يحفظه الله منذ عام 2005.